مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، وأجمل تحية من شنشي. رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مرحلة جديدة من الإصلاحات تعتمد على خبرة الكبار وقيادة شابة منفتحة من مرسوم ملكي يسمح للنساء السعوديات بقيادة السيارة إلى السماح لهن بدخول الملاعب الرياضية لحضور الفعاليات المختلفة. اليوم نناقش الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في السعودية حاليا وإمكانيات التعاون بين السعودية والصين مع ضيفين كريمين في الاستوديو، الأستاذ لي يونغشين خبير شؤون دولية ومستشار تجاري سابق في السفارة الصينية لدى السعودية، مرحبا بكم. والأستاذ ابتسام ملاي إعلامية وباحثة جزائرية مقيمة بالصين، مرحبا بك أيضا. وقبل الحوار دعونا نتابع تقرير تالي. في الفترة ما بين 24 و26 من أكتوبر الماضي انطلقت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض السعودية بمشاركة أكثر من 2500 ضيفا و170 متحدثا من أكثر من 88 دولة يمثلون مختلف المؤسسات الدولية المالية بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني. وهذا ما دفع البعض إلى وصف الرياض بدافوس الصحراء، مبادرة من شأنها أن تعزز من رؤية 2030 التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان. المشروع ليس مكان لأي مستثمر أو أي شركة تقليدية، هذا مشروع فقط موقع ومكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم. نيوم مدينة جديدة تسعى السعودية لبنائها على مساحة ستمتد على 26500 كيلومترا مربعا بالاشتراك مع مصر والأردن، وحسب الرؤية ولي العهد ستكون مدينة إلكترونية واسعة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والزراعة المائية، وفيها تتولى الروبوتات أعمال النظافة. وقد تعهدت الرياض بمضاعفة صندوق ثروتها السيادي ليصل إلى 400 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. من جهة أخرى أبدى المشاركون ترحيبا كبيرا بمبادرة مستقبل الاستثمار وتفاؤلا كبيرا إزاء التغيرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي. وتتطلع الشركات الصينية إلى لعب دور أكبر في الإصلاحات السعودية، حيث أعلنت شركة ديندونغ لتجارة التجزئة عبر الإنترنت عن خطتها لدخول سوق الشرق الأوسط، كما فعلت نظيرتيها علي بابا الصينية وأمازون الأمريكية. أولا أستاذ لي نبدأ الحوار معكم. كما جاء في التقرير أقيم اجتماع مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في قبل فترة وجيزة، فيصف البعض هذا الاجتماع بأنه دافوس في الصحراء، فكيف تقدرون يعني مغزى هذا الاجتماع وتأثيرها؟ هذا الاجتماع في أصلها منتدى يسمى منتدى دولية ضخمة، وفعلا يعتبر في بعض الناس يعتبرونه كأنه دافوس السعودية. طبعا في الحقيقة لم يكن على ذلك المستوى، ولكن هذا دليل على الأقل خطوة مهمة جدا من جانب السعودية لإقامة تعاونات دولية جديدة. فلهذا المنتدى والاجتماع نفوذ وتأثيرات إيجابية واسعة النطاق وعميقة جدا داخليا وخارجيا وإقليميا. من ناحية الخارجية، أولا قد غير رؤية أو غير الرأي الناس خارج السعودية، لأن يرى سابقا يمكن يظنون أن السعودية بلد مغلق هم بس ينتج ويصدر كمية ضخمة جدا من البترول، من تصدير النفط الخام، وإذا بعد التجارة بالبضائع بس، هذا عندهم فلوس متوفرة هذا، ولا يرحبوا باستثمار وبتعاون دولية كثيرا. أولا غيروا تغيير الآراء من قبل الناس، هذا أول. والثاني هو توريد بعض الاستثمارات، يعني تمويل من الجهات الدولية. والثالث تصدير المنتجات غير النفطية،
يعني سابقا هم فقط يقتصر تصدير السعودية على النفط الخام والبتروكيماويات والغاز الطبيعي على الأكثر، والآن يمكن يشمل تصدير إلى مجالات أخرى وخاصة المنتجات غير النفطية هذا الدولية. وثاني داخليا سابقا طبعا تقريبا قبل تقريبا أكثر من 10 سنوات قد تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار السعودي، هذا على مستوى الوزارة على مستوى عالي لجذب استثمارات خارجية، ولعبت هذه الهيئة دورا لا بديل له إيجابية كبيرة لجذب كمية ضخمة من الاستثمارات الخارجية بما فيها استثمارات صينية أيضا. ولكن هذا مجرد هيئة لم يشمل إلى وزارات إلى هيئات حكومات أخرى، ولكن بعد إقامة هذا المنتدى هذا الإجتماع أصبح جميع الوزارات جميع الهيئات والأجهزة الحكومية في تحت استنفار كامل لقبول لترحيب باستثمارات الخارجية. هذا هو نوع ممكن نقول قد حدث أو شهد تغيرات جذرية من ناحية جذب استثمارات خارجية من قبل السعودية، هذا الثاني داخليا. وثالث إقليميا، تعرف هذا السعودية لها دور فريد مهم جدا في دول الشرق الأوسط وخاصة في دول الخليج، وخاصة الآن في بعض الدول بصراحة في هذه المنطقة الوضع غير مستقر مثل سوريا العراق واليمن، ولكن السعودية قرر إقامة هذا المنتدى فأصبح له دور رائد زي مثل قدوة لهؤلاء الإخوان العرب من دول الأخرى في هذه المنطقة، ممكن يتقدم في صفوف جذب استثمارية في المستقبل. فالمهم هذا الوضع يقتصر على أول استثمارات خارج، وثاني فكروا في المستقبل، وأيضا يعتبر مبادرة بأنه هو يدعو استثمار إيجابيا وأول بأول. فبالتأكيد هذا المنتدى تتمتع بمغز وتأثيرات إيجابية كبيرة جدا. نعم، ربما يمكن نقول أن كل المشروعات والسياسات التي حاولت السعودية ترويجها خلال هذا الاجتماع هي تجري في إطار رؤية 2030. ففي الموقع الرسمي لرؤية 2030 أستاذ ابتسام، وجدنا أن هذه الرؤية تتضمن 3 محاور: المجتمع حيوي واقتصاد مستهر وبلد طموح. وودع المحور الأول، يعني ودع مجتمع حيوي في الأول، يعني لذلك نود أن نبدأ من التحدث عن الإصلاحات الاجتماعية الجارية في السعودية. طبعا عندما أعلنت السعودية بالسماح لنساء السعوديات بقيادة سيارة، يعني حظي هذا القرار بثناء العالم. هذه الخطوة تعتبر خطوة غير مسبوقة بالنسبة إلى السعودية، فما هي الإجراءات الأخرى التي ستتخذها السعودية في مجال الإصلاحات الاجتماعية؟ نعم، من الملاحظ أن القيادة في المملكة العربية السعودية تتجه إلى الاعتماد على طاقات الشباب واستثمارها بشكل أكبر في السنوات القليلة الماضية، ومن هنا تأتي رؤية السعودية 2030 لتجسيد المستقبل الذي تريد المملكة أن تصل إليه في السنوات المقبلة، والتي تقوم على إصلاحات وتغييرات سياسية اقتصادية اجتماعية تشمل مختلف جوانب الحياة في السعودية. ومن خلال المحاور 3 الرئيسية التي تحدثت عنها نلاحظ كما تفضلت مجتمع حيوي، هذا يعني زيادة فعالية وحيوية المجتمع السعودي من خلال زيادة مشاركته في بناء البلاد وتنمية مهاراته وخبراته، أيضا اقتصاد قوي يتجه إلى الاعتماد على مصادر دخل متنوعة وليس فقط النفط، أيضا مجتمع طموح بحيث تطمح السعودية إلى عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، إلى جانب تحسين وضعها من المستوى 20 عالميا إلى 15 في غضون السنوات المقبلة.
المرأة السعودية كان لها نصيب الأسد في جملة الإصلاحات الجديدة بعدما تم تغيير دورها وحضورها خلال العقود الماضية، وربما يكون قرار منح المرأة السعودية حق قيادة السيارة من أكثر القرارات التي حظيت بإشادة ودعم كبيرين سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي الدولي. أيضا نعتبر هذا القرار من أكثر القرارات جرأة في مجتمع تحكمه النزعة الدينية كالسعودية، إلا أنه يبشر في نفس الوقت إلى المزيد من الإصلاحات المجتمعية في المستقبل، مثل إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه السعوديين، تأسيس شبكة نظام اجتماعي فعالة، أيضا رفع الدخل وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للسعوديين، فتح المجال واسعا أمام زيادة دخول المرأة السعودية إلى سوق العمل، دعم المبادرات الشبابية، تحفيز الابتكار. أيضا نتحدث عن الاهتمام أكثر بالمنظومة التعليمية والثقافية والخدمات بشكل عام. لا ننسى أن نذكر نقطة مهمة جدا، قبل ثلاثة أيام أو منذ ثلاثة أيام أسست السعودية لجنة مكافحة الفساد. نعم. يعني كانت باكورة عملها مباشرة بعد تأسيسها اعتقال الرؤوس وشخصيات كبيرة ومهمة في المجتمع السعودي، من بينها 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين، طبعا هذا حسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الوزراء السابقين وإقالة آخرين. هذه خطوة تعتبر سابقة في السعودية، وكل القرارات الحكومية الصادرة في المملكة العربية السعودية في الأشهر القليلة الماضية من شأنها أن تنعش المجتمع السعودي، تحصينه، السير به إلى انفتاح أكبر بعيدا عن التطرف والانغلاق المعهودين في المملكة العربية السعودية. نعم. أستاذ لي، تكررتم قبل قليل أن السعودية تعمل على يعني تنوير إيراداتها، التخلص عن الاعتماد على النفط. نعم. يعني في الحقيقة أنها حققت النجاح خلال السنتين الماضيتين. نعم. فحسب الموقع الرسمي لرؤية 2030، نعم، زادت الإيرادات السعودية غير النفطية ب 30% في عام 2015، وازدادت ب 20% في 2016. نعم. فكيف تقدرون الإجراءات السعودية الرامية إلى التخلص من الاعتماد على النفط؟ هذه الإجراءات فعالة ومفيدة لتنمية الاقتصادية الوطنية في السعودية فعلا، لأن الاقتصاد الوطني السعودي كان من المعروف أن يعتمد على تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات فقط، وغير ذلك لا يصدر، جميعها يعتمد على استيراد من البلدان الأخرى. ولكن بسبب تغيرات كبرى في الأوضاع الدولية، خاصة في مجال في وسط النفط، يعني سعر النفط يتذبذب، يعني يتغير، أحيانا ينخفض وأحيانا يرتفع، وفي السنوات الأخيرة يتجه إلى انخفاض بصورة ملحوظة. نعم. وذلك السعودية، ممكن نقول إن ميزانية السعودية الوطنية لا تتحمل هذه الخسارة وهذه هذا العجز الكبير، لأن يعني كان الاقتصاد الوطني السعودي يعتمد على تصدير النفط الخام ب 90%، وهذه نسبة كبيرة جدا، و 10% من الإيرادات أخرى. هذا من الصعب أن نتصور إذا تم توقيف أو تقليل تصدير النفط الخام من السعودية ماذا سوف يحدث. فهذه السياسة أو إجراءات من قبل حكومة أو قيادة السعودية، ممكن أقول من رأيي الشخصي، الإجراءات أو السياسة حكيمة. هذا أولا يحل مشكلة في الوقت الحاضر، وثاني يتطلع إلى تطورات في المستقبل. أولا في الوقت الحاضر هو مؤسس بعض الأجهزة لدعم تصدير المنتجات غير النفطية. غير النفطية هذا قد تم إنشاء مركز لدعم، هناك في دعم سياسة تشجيعية أو أفضل تفضيلية لتصدير هذه المنتجات، وثاني في دعم مالي مباشرة من ناحية القروض، ممكن يقدروا يقترضوا إلى المصدرين لمنتجات غير نفطية بلا
أو بفائدة قليلة حتى بدون الفوائد. هذا هو دعم قوي جدا. فإنشاء هذه المراكز هذا خطوة مهمة جدا، وعلى هذا الأساس أيضا يسمح بتسهيل تقديم تسهيلات للتأشيرات أيضا، لأن السعودية تعرفون أن هناك فعلا في صعوبة للحصول على تأشير سابقة، خاصة بالنسبة لأيدي العاملة، لأن في أيدي العاملة أجنبية بكمية كبيرة تقريبا عدة ملايين من البلدان المجاورة من آسيا وأفريقيا، فهناك في تشديد أو تقييد في قيود صارمة للحصول على التأشيرات. والآن صار عندهم سياسة واضحة لسماح، خاصة سماح لبعض المهندسين والعمال الفنيين للحصول على تأشيرات بسهولة، ويستقر ويتم إقامة دائما في السعودية من أجل تقديم مساهمة لتطوير الاقتصاد من ناحية أخرى. فكل هذه الفعاليات أو هذه الإجراءات ستدفع تطورات الاقتصاد الوطني السعودي بشكل جديد في مرحلة جديدة. نعم، في خلاصة القول أن السعودية تريد أن تصبح منفتحة أكثر في السنوات المقبلة، فبعض التساؤلات الأخرى سوف نتحدث عنها بعد قليل. الآن وصل الحديث حول الإصلاحات الجارية في السعودية. فأستاذ ابتسام، قبل قليل قال الأستاذ لي أن يعني ذكر الأستاذ لي بعض الإجراءات الجارية في السعودية للتخلص من الاعتماد على النفط، لكن لا نعرف يعني ما هي المجالات غير النفطية في السعودية يعني التي تتمتع السعودية فيها بإمكانيات كبيرة، يعني ربما لم يسبق أن يوجد قطاع الآن يحاولون خلق قطاعات جديدة. ما هي هذه القطاعات؟ لعل النفط والصناعات البتروكيميائية يشكلان العصب الرئيس لاقتصاد السعودية التي تضم كما نعرف جميعا مساحات صحراوية كبيرة، لكن في نفس الوقت المملكة العربية تتميز أو لديها تتمتع بمزايا أخرى كبيرة في مجال الموارد غير النفطية، لا سيما في فيما يخص موقعها الجغرافي المميز، شبكة البنية التحتية الواسعة، إضافة إلى وجود أهم مراكز العبادة للمسلمين من كافة أصقاع الأرض. نحن نتحدث هنا طبعا عن مكة المكرمة والمدينة المنورة وغير ذلك من المصادر التي توفر دخلا كبيرا بعيدا عن النفط وصناعته. كل ذلك يوفر للمملكة العربية السعودية إمكانيات النهوض أكثر بواقعها ومكانتها على الصعد المحلية الإقليمية والدولية، إذا ما استطاعت من خلال رؤية 2030 وعبر خطط وطنية بناء الحواضن الاستراتيجية كبناء السفن، مركز إقليمي لصيانة الطائرات، إدارة المطارات، الموانئ، السكك الحديدية، أيضا توليد الطاقة، دعم تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع القطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا، الأمر الذي سوف يعزز من الاقتصاد، أيضا يساعد على خلق المزيد من فرص العمل. نتحدث أيضا عن دعم أو تطوير القاعدة الإنتاجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعم قطاعات أيضا الزراعة، الصناعة والتجارة بشكل أكبر ومستدام. وفي الأخير نتحدث أيضا عن تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية، مكافحة الفساد، وأيضا تحسين بنية الأعمال. نعم، وأيضا من التقرير رأينا مشروع نيوم في منطقة بين السعودية ومصر والأردن. صحيح. هذه المنطقة يعني حديثة جدا، يعني من المخطط أن تقوم روبوتات يعني تنظيف هذه المنطقة. يعني من هنا ممكن نلاحظ أن السعودية ليست يعني كما في انطباعنا بلد قديمة تحافظ على التقاليد القديمة، بل هي أيضا بلد حديثة. أيضا خبر بارز في اجتماع مبادرة مستقبل الاستثمار
أي أن السعودية منحت للروبوت صوفيا اسمها صوفيا بجنسية سعودية. نعم. يعني هذه أيضا أول مرة هناك ما يتحدث عن ماذا يعني هذا بالنسبة إلى الروبوتات، لكن نود الآن أن يعني نشير إلى أن هذا يعكس اهتمام السعودية بالعلم والتكنولوجيا، خاصة نعم. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. فأستاذ لي، هل نعم. من طموحات السعودية أيضا تطوير العلم والتكنولوجيا خاصة الذكاء الاصطناعي؟ نعم، وهذا مثل ما تكلمت، هذا تجنيس، هذا ممكن أكون نقول إمرأة آلية مثل قصة ولكن حقيقية. هذا دليل على أن السعودية، جانب السعودي، قد تقدم خطوة مهمة جدا، خاصة في الماضي لا يعتمد على ذلك كثيرا، ولكن هذا دليل على أولا الحكومة السعودية أولى اهتماما بالغا للتطورات الحديثة في العالم. الآن العالم، ممكن نقول العالم كله، يدعو الثورة الصناعية الرابعة، هذا هو في تقدم. السعودية تلحق بهذا التطورات، هذا أول. والثاني، حسب خبرتي وما كنت عشت واشتغلت في السعودية، عرفت أن الجانب السعودي دائما يولي اهتماما كافيا بتطوير العلم والتكنولوجيا. قبل فترة، سنوات طويلة، كان قد تم تأسيس أو إنشاء جامعة، ممكن نقول لا ليس جامعة، مدينة الملك عبد الله للعلم والتكنولوجيا، وحتى الآن هي تشمل جميع المجالات العلمية والتكنولوجية. هذا دليل على اهتمام السعودية منذ بالعلم والتكنولوجيا منذ زمان طويل. هذا الثاني. أما الثالث، سبق للسعودية أن أرسل كمية كبيرة أو عدد كبير من الطلبة المبعوثين على حساب الملكة أو على حساب الحكومة لقبول الدراسة وتعميق الدراسة، البحث والدراسة في الدول المتقدمة. هذا العدد نسبة لعدد السكان، عدد نسبة كبيرة جدا، لأن يرجع إلى البلد ويقدم المساهمة. هذا الثالث. الرابع، هو السعودية تعتبر بلد كبير جدا في هذه المنطقة، مع أنه ليس أكبر مساحة وأكبر سكان، ولكن يشمل جميع العوامل، والجوانب. نقول السعودية أكبر واحد في هذه المنطقة فعلا، من ناحية مالية والبشرية وعلمية. لدى السعودية الوعي والاهتمام نعم. وأيضا طبعا الموارد المادية والمالية لمواكبة تطورات العالم في العلم والتكنولوجيا. وأيضا موضوع آخر أستاذ ابتسام، من المخطط أن تطرح السعودية أقل من 5% من أسهم أرامكو العملاقة للاكتتاب في السوق، فماذا يعني هذا الحدث بالنسبة إلى السعودية؟ نعم، من المعروف أن شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة تعد من أكبر واحدة من أكبر الشركات العالمية، ومفصلا رئيسا في الاقتصاد السعودي. وبالتالي فإن طرح كما تفضلت 5% فقط من أسهمها للاكتتاب العام يعتبر، أو يمكن أن نراه من الناحية السوقية، يعني شيء ضخم جدا، أو يعتبر أكبر عملية اكتتاب في التاريخ. نعم. وهذا طبعا أيضا من شأنه أن يتوافق مع أهداف رؤية 2030 في تنويع مصدر الدخل. إذن عملية الطرح المذكورة سوف يكون لها آثار إيجابية. مثلا الأموال الضخمة التي سوف يتم ضخها داخل السوق السعودية سيكون من شأنها إنعاش السوق بشكل أكبر. أيضا سيعود هذا بشكل إيجابي على باقي الشركات العاملة في سوق الأسهم والوضع الاقتصادي السعودي بشكل عام. أيضا سيكون من شأنها زيادة أو نقل السوق السعودية المالية من الإطار المحلي لتصبح سوقا مالية عالمية. هذا أيضا من شأنه زيادة تدفق المستثمرين، أيضا رؤوس الأموال الأجنبية إلى السعودية، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للسوق المالية السعودية. تحدثنا هنا عن الآثار الإيجابية، لكن من الممكن أن تكون هناك آثار سلبية. فممكن أن يتعرض السوق المالي السعودي لبعض الاضطراب نتيجة وجود التنافسات والصراعات بين الأسواق المالية الدولية، لا سيما بورصتي لندن ونيويورك،
وبالتالي سوف يعود هذا بشكل سلبي لو لم يتم التعامل معه بشكل موضوعي متوازن ودقيق. نعم أستاذ لي، نعم. حول التعاون بين الصين والسعودية، طبعا نعرف أن العلاقات بين البلدين ممتازة جدا. في يناير الماضي عندما زار الرئيس شي جين بينغ السعودية أصدر الجانبين البيان المشترك لبناء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية، وأيضا وقع الجانبين على 14 اتفاق في كافة المجالات. ففي إطار يعني سعي السعودية لتنفيذ رؤية 2030 وأيضا في إطار الجهود الصينية لبناء الحزام والطريق، فما هي الفرص الجديدة التي ستظهر في هذه العملية، وكيف يمكن للبلدين ربط الاثنين معا لتحقيق تنمية مشتركة؟ فعلا الفرصة التعاونية بين البلدين ضخمة جدا، خاصة بعد زيارة ناجحة لرئيس شي جين بينغ للسعودية في بداية سنة 2016. ممكن أقول هذه الزيارة قد فتحت صفحة جديدة لمجالات التعاونية بين الطرفين، لأن كلا الطرفين يتمتع بعدة مميزات أو بعدة امتيازات. من ناحية السياسة لم يكن هناك أي نزاع أي تصادم الجذرية أو أساسية بين الطرفين. والثاني من ناحية الاقتصاد ممكن نقول مجالات التكامل واسعة جدا، كل ما يتوفر في طرف ينقص في طرف آخر، هذا بكل صراحة، من ناحية الطاقة، من ناحية المنتجات، حتى من ناحية التكنولوجيا ومعدات. والثالث هو كلا الطرفين متوفر بالقوة قدرة المالية يعني كافية. رابعا التكنولوجيات والمعدات الصينية متوافقة أو مناسبة لطلبات السعودية، هذا هو ما لاحظته ذلك، مع أن التكنولوجيا في بعض الدول الغربية أكثر من المنتجات الصينية تقدما وحديثا، ولكنه قد يكون غير مناسب أو غير واقعية لاستخدام المحلي في السعودية، لأن بعض المهندسين المحليين قد لا يستطيعوا استيعاب هذه التكنولوجيا الفنية، ولكن بالعكس المعدات والمكائن الآلية الصينية متوافقة ومناسبة لاستخدام السعودية، هذا الرابع. والخامسة كما تكلمت أعلن في دعوة لكلا الطرفين رؤية 2030 والحزام الطريق. في الحقيقة هذين المبادرتين نفس الشيء، لأن يعني من ناحية خلفية نفس الشيء، ومن ناحية تحقيق الأهداف نفس الشيء، من ناحية الأسلوب، حتى من ناحية الأعمال نفس الشيء. ممكن نقول نستطيع اندماج بمبادرتين بكل سهولة، سوف نرى مستقبل مشرق لإقامة هذه التعاونات في المستقبل. نعم. السؤال الأخير، كيف ستؤثر السعودية على المنطقة وحتى العالم مع تطوراتها الاقتصادية والاجتماعية؟ نعم، أعتقد أن المملكة تتجه إلى المزيد من الانفتاح والاعتدال. قرار قيادة أو منح المرأة السعودية حق قيادة السيارة رغم بساطته إلا أنه تطلب عملا كبيرا وجرأة في النهاية. لذلك أعتقد أو على ما يبدو أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من هذه القرارات التي من شأنها أن يعني تحفز المجتمع السعودي ليطلق العنان أمام إمكانياته. لا شك في أهمية الدور السعودي في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة العربية والعالم الإسلامي بشكل عام. فإذا ما تم تحقيق أو من خلال تحقيق أهداف رؤية 2030 سيكون من شأن ذلك تغيير المنطقة بشكل كبير، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لأن تغيير أساليب التفكير القديمة وتبني أخرى جديدة أكثر عصرية وانفتاحا من شأنه خلق حالة من التوازن والاعتدال في المنطقة العربية التي تشهد العديد من الأحداث والاضطرابات في السنوات الماضية، ما أدى إلى انهيار البنى الاجتماعية الاقتصادية. نعم. والمرض وكل ما. نعم. يحدث. شكرا جزيلا، شكرا لكم على هذا الحديث الجميل. شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.